السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. واليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد المحل في الجزيره مول، كما كتشوفوا، ديال كويزين تورك اللي تبارك الله ما شاء الله. الاواني اللي عنده كتحمق، انا الصراحه عجبني داكشي كامل. وكما كتشوفوا راه هادي هي الواجهه ديالو، ومازال حاط قدام المحل داكشي باقي ما منظمش، حيت مازال غادي يحل محل قنفص معاه حتى هو لهاد الاواني. ونخليكم مع الاثمنه ومع المواعنات اللي كاينين، صراحه راه شي حاجه زوينه، والاثمنه معقوله يعني في المتناول، وشي حاجه زوينه زعما الصراحه، داكشي زوين الصراحه عجبني. كما كتشوفوا الكويسات ديالها تاي في الاشكال والالوان، واثمنه مختلفه. هادو ديال العطريه ديال الانوكس دي بلاطو، كما كتشوفوا هادو 3 بياس، ما لقيتش الثمن ديالهم. هادو لونسومب ديال المعالق والمواس، اللي بغيتيها كتلقايها الصراحه، اللي بغيتيها كتلقايها عنده. لي سيري ديال الطبيسلات، هادو دوك الشباكي دمواعن ديال الانوكس، هما زوينين. لي تيرموس يعني في الاشكال والانواع، وكما كتشوفوا دوك الجميلات الفوق ديال الجرانيت، صراحه كل شيء زوين. ها هو هذا الصف ديال العطريه، فيهم يعني الشكل اللي بغيتي، كاين ديال الزاج وانوكس، كاين الزاج والخشب. هذوك الفوق البريمات ديال تركيا، كما كتشوفوا ما قدرتش نقرب باش كما كتشوفوا هنا هادو ديال العطرية ديال الزاج والعود، وكاين ديال البديع، كاين ديال الانوكس، يعني الشكل اللي بغيتي كتلقايه. مقيلات ديال كسرونات ديال القهوة، مقيلات كما كتشوفوا. هادو ديال الكريبيير ديال بغرير، صراحة كلشي زوين. وانا ما قدرتش نصور كلشي يعني بلي ديتاي وكل حاجة بالثمن ديالها. المحل تبارك الله راه كبير وعامر تبارك الله ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. وكما كتشوفوا هنايا القريعة ديال الزيت، هما على الاشكال والانواع والالوان، كما كتشوفوا كل حاجه الثمن ديالها. كاينه كتباع بجوج ب15 درهم، كاين هذه اللي بحدها 13 درهم، هادو ديال العصير 25 درهم، وهاد الطويجنات تاعهم فنيين، هادو حمقون مزونين ترونسبارون، فيهم هادوك لي موتيف اون دوري وارجونتي مزونين. كنظن هذا الواحد واقيلا 260 ولا 15 درهم، ما عقلتش بالضبط، المهم كيتعداش 15 درهم. زوينين هكا تحطيهم ديكور، ولا تحطي فيهم هكا كما قلت، يعني اي حاجه تحطيها فيهم. وهادو راه ديال البلاستيك، هادو تما كيتحطوا كيدار فيهم القطاني هادوك الطوال. وهادو السوبيرات تما ديال الثلاجه، هادو ديال الزاج كما كتشوفوا، هادو ديال العصير كبار، يعني اي حاجه كما كتشوفوا تلقاوها هنا، يعني كما شفتوا في الواجهه ديال المحل، ابتداء من 13 درهم. هادو ديال الدراري الصغار حتى هما زوينين، 13 درهم الواحد.
هادو ديال الزاج ديال لي بونبون ولا التمر اللي حطيتي فيهم، هادي الثمن ديالها 50 درهم ديال الزاج. وهادو حتى هما كيتباعو اونصومبل بحال هكا، ديال فيهم زبده، كونفيتور، زيتون. هادو قريعه حتى هما 30 درهم ديال الزاج، وتقال البنات الديكور شي ديكور ديالهم كي داير. هادي 20 درهم صغر من ديك المافون اللي 30 درهم. والفوق خلاص راه كاين الكيسان، يعني الصف ديال الكيسان تبارك الله، ديال اتاي ديال الماء. هاد القريعات ب 80 درهم وزوينين، راه فيهم ثلاثة كبيرة والموين والصغيرة، يعني كما كتشوفوا ديروا فيهم اي حاجة. ايوا هنايا خلاص هاد الهاشواغ حتى هما غنيين عن التعريف، كاين ديال انوكس، كاين ديال الزاج، كاين ديال بلاستيك، هادو اليدويين ولي مولينكس الفوق. صراحة كلشي زوين. ميزان كما كتشوفوا اي حاجه كتلقاها هنا. وهذا زوين حتى هو، هذا البويا فن، هذا عجبني. هذا ديال الزاج، انا عجبني ديال الزاج حيت ترونسبارون. وكاين ديال انوكس ولا مارك ايليت، لا مارك ايليت راه معروفه البنات، زوينه كما كتشوفوا. الثمن ديالو كنتمنى يكون باين لكم 110 درهم. هذا احسن من هذوك العاديين، يعني ديال الالومنيوم ما كيجمعوا الكالكير، هذا بالعكس هذا تغسليه كيرجع كما كان مخير. وكما كتشوفوا هذا الطناجر فوق الكسرونات، يعني كاين الاشكال اللي بغيتي، كاين ديال الجرانيت هنايا، البريق ديال القهوه. لكم اي حاجه كتلقاوها عنده، ليمول ديال الكيك، الانواع ديالو، هاد المقيلات هادي الثمن ديال 80 درهم ديال الجرانيت، وتقالين فنين كما شفتو راه 5، وكل وحده والثمن ديالها بطبيعه الحال. هادي جميله بالغطاء ديالها، شوفوا الثمن ديالها 145 درهم. هذه زوينه، هذه تطيبي فيها حتى الدجاج دغيا طيب، دير فيها الحوت. صراحه زوينين معنات، زوينين كما قلت لكم. هادو ليمول ديال الكيك، والمحل تبارك الله راه كبير كما قلت لكم، يعني راه ما قدرتش نصور كل شيء اون ديتاي. كنتمنى يعني تمشيو وتشوفوا بعينيكم داكشي غزال. هذا بلاطو مرخم، هذا 180 درهم، تبع غير بياس واحدة، هذا 180 درهم. هذا كذلك مرايا، صينية ديال الفضة برخام، نخليكم البنات مع باقي الصور. ويعني حتى يعني الصور ما غاديش هاد لا فيديو كاع ما غاديش يبين حقه، يعني هاد المحل ما غاديش يبين حقه، يعني الواحد خصو يمشي يشوف بعينيه، راه داكشي رائع فن البنات. هذا 130 درهم هذا البلاطو. هادو كيتباعو اونصومبل كيما شفتو، كبيرة وصغيرة، هذا 200 درهم.
التنانين والحراقات، مش حاجة روعة. ثم نهضرت لكم على مول المحل تبارك الله والعائلة ديالو غزالين تبارك الله، الله يكمل عليهم بخير ما شاء الله. الدرافات وحبانيين و تبارك الله عليهم ما شاء الله، الله يخليهم بعضياتهم. كما قلت لكم هادشي كيبغي الواحد يشوف مباشره، راه رائع راه والله العظيم حتى زوين. هذه 190 درهم هذه ديال لي بوجي. خلاص القرع الماء كما كتشوفوا احجام الوان وكل حاجه، والثمن ديالها كما قلت لكم ابتداء من 16 درهم. مبخرات لي ديكور ديال الكريستال، هادو طويجنات كيتباعو اونسومبل بالبلاطو ديالهم اون بوا، داير الثمن ديالهم 120 درهم، بربعة بيهم 120 درهم. هذا شكل اخر ثاني، هذو لي سيري ديال الصحون تما غزالين. هذه الفنة هذه تاهي عجبتني، هذه الثمن ديالها 250 درهم، الراقة هذه 250 درهم. هادو السيري ديالها نفس الديكور، هادو ست ديال الطباس الصغار وواحد كبير والباليت ديالو بحال هاد الشكل. الزيف ديالها يعني مختلف على داك الديكور اللي كنا كنشوفو من شحال. هادي الزليف كما كتشوفو على شكل طاس ديال القهوة، هادو راه هادو فراقات كما كتشوفوا. هاد الجهه ديال الزاج حتى هي كيسان ديال العصير، هاد القراعه ديال العصير حتى هي بالكيسان ديالها 150 درهم، فراقه 200 درهم 280. وسط منهم البيصلات ديالهم نفس الديكور والطبسي الكبير بالغطا ديالو. وهادو راهم هادو اللي كاينين هنا في هاد البلاطو، هادو اون دوري وهادو فلارجونتي.
صراحه راه واخا صورت يعني ما شديتش داكشي كله، خاص الواحد يمشي يشوف بعينيه واكيد غيعجبو كلشي، غادي يعجبو يعني كلشي غادي يعجبو تمعي في داك المحل غزال تبارك الله. هذا سوا راه يلا خارج هذا الشكل تا هو زوين في الدوغي في لارجونتي. كما كتشوفوا هذه الواجهه ديالو، انا خرجت على برا بغيت نوريكم الطريق. هذا اسباس تورك تا هو غزال ما شاء الله، تا هو ان شاء الله غندير لكم دوره فيه في يوم اخر. وكما كتشوفوا راه جا الفوق هذه الفضاء ديال الاطفال اللي جوي، كما كتشوفوا راه الفوق عاد غنهبط الدروج. زعما المحل ديالو ماشي ما باينش ولا شي حاجه، بالعكس يعني غير تبعوا هاد الخطوات راه غادي نوصلكم ليه. كما كتشوفوا كتدخلوا مع الباب الكبير ديال جزيرة مول، وكتطلعوا مع الدروج نيشان كما كتشوفوا راه اونفاس معايا الباب الكبير، وكتطلعوا مع الدروج نيشان كدوزوا على الفضاء اللي قلت لكم ديال جوي، وكتدوروا كتلقاو جوج محلات تما كما قلت لكم اسباس تورك والمحل ديال كويزين تورك. وهادو المعلات اللي شريت من عنده كما كتشوفوا، هادو كاسرونات، هادو خمسة بميتين وخمسين وتقالين فنين هادو. وهادو ديال السكر واتاي، هادو مرخمين ديال الرخامة، وكاين اشكال اخرين كاينين اللي فيهم دي موتيف اخرين. انا عجبني هادو ديال الرخام، راه كاينين في البلون كاينين في النوار وبجوج زوينين صراحة. نختاريت ناخذ هاد البلون هكا باش كيفتح الكويزين، وهادو قريعات ديال ديال الزيت كما كتشوفوا الديكور ديالهم زوين. هادو كما قلت لكم هادو 13 درهم من القرعة، 13 درهم او 15 ما عقلتش بالضبط، كنظن 13 درهم. وهذه سيرجو كما كتشوفوا فراقه، وهادو هما اللي قلت لكم اونصومبل كيتباعوا ب 200 درهم. قالين البنات والله العظيم عاتي فنين، ودوك الموتيف دوك لي ديكوراسيون ديال الجناب زوينين. كنظن هادو هما اللي بقاو عنده، خديتهم انا عنده شكل اخر اللي وريتكم. هادو طبيسلات طوال بيضين، هادو 50 درهم بربعه، وهادو كذلك 50 درهم حتى هما اربعه، خديتهم في هذا الشكل عجبني. هادو 50 درهم، هادو الثمن ديالهم 90 درهم، 6 باصل صغار كما كتشوفوا راهم جاج، وفيهم هذاك الديكور من التحت اون دوغي، والطبسيل الكبير مهم اونصومبل كيتباعوا ب 90 درهم. هاد الديكور خديته ب 55 درهم، هذا فاز، هذا زوين، هذا مخير وثقيل البنات. وهادو كيسان ديال الماء، هذا 260 الكاس وتقال حتى همايا. وخلاص هادو ديال البلاطو، هادو
هذه بريمه هي زوينه اينوكس، هذا ديال لا مارك ايليت وثقيله كما كتشوفوا ايليت ديال تركيا. كما قلت لكم راه عنده المويعنات زوينين غزالين ولا مارك، يعني شي حاجه زوينه ما تخافيش منهم. هادو حتى هما طبريسلات كبار، هادو ديال الحطان الدجاج ولا الصفار ولا اللحم. هادو الصراحه ما عقلتش الثمن ديالهم شحال خديتهم، فيهم احجام يعني ما خديتهمش قد قد، تقريبا جوج نفس الحجم وجوج اخرين حتى هما في نفس الحجم. الأربعة كما كتشوفوا هذا كبير، الاخرين بحيث صغار شوية، غير واحد شوية ماشي بزاف يعني شوية. هذا توا قد هذا اللي هزيت، كما شفتوا هادو هما المويعنات اللي خديت. كنتمنى يعجبوكم وتقولوا لي الرأي ديالكم في التعليق، وشكرا والى اللقاء.